معانا النهاردة طقم سفرة 112 قطعة، طقم صيني كامل 112 قطعة، اتناشرات، حاجة عالية جدا زي ما انتوا شايفين كده، شايفين البراد، تشطيب الدهب بصراحة فوق الوصف، الكواليتي بتاعته عالية جدا جدا، الدهب كله بارز، شايفين كل ده بارز، دهب خامة عالية جدا جدا، الأيادي كلها متطعمة معانا بالدهب. طبعا براد، سكرية، لبانة، 2 ملاحة، كل دي قطعة فرداني، برضو الحلة قطعة فرداني. معانا البولة الكبيرة بتاعة الشوربة قطعة، والبولة 12 اللي هي الصغيرة طبعا معروف، ومعانا 3 مقاسات سيرفيس، المقاسين دول والمقاس الصغير اللي تحت ده، ومعانا بقى سوتيس وجمال بالسيرفيس بتاعه، وطبعا كل مقاسات الأطباق 12، والفناجين برضو 12، 112 قطعة، عالي جدا جدا جدا. هنشوف التفاصيل معاكم. اول حاجه بوله الشوربه، تمام، زي ما انتم شايفين كده من 12 قطعه، وطبق الخضار، تعال نشوف طبق الخضار، شايفين ما شاء الله طقم تحفه، سيرفيس المسطوح منه 12 قطعه، ما شاء الله ما شاء الله. ومعانا بقى طبق الجاتو الصغير، معانا منه 12 قطعة، طبعا الطقم مختوم بنجلاديشي، تمام، ألماني بقى، كله شبه بعضه، كلهم مصنوعين في نفس البلد، حتى لو مختوم ألماني ده للعلم يعني، بس أهم حاجة الكواليتي بتاعة الطقم، سواء خامة البورسلين أو خامة الذهب، الطقم ده بصراحة مفيش فيه غلطة واحدة. ده فنجان الشاي، ما شاء الله كل الذهب ذهب بارز، شايفين التقفيل بتاع الذهب كله متوصل ببعضه، ما شاء الله. ده البراد بقى ما شاء الله، شايفين التشطيب، كل الذهب ذهب بارز، شايفين الذهب اللي في الايادي ما شاء الله. السكرية ما شاء الله، اللبانة، الـ2 ملاحة، تمام، السوتيز بالسرفيس بتاعه، شايفين ما شاء الله اليد كلها جولد، شايفين التشطيب عالي جدا 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 ما شاء الله. شايفين بقى الحلة، ما شاء الله، وطبعا الحلة قطعة، ومعانا بقى سيرفيس كبير قطعة واحدة اللي هو بعد الطبق المسطوح اللي هو الأخير ده، معانا سيرفيس قطعة واحدة أكبر، السيرفيس نفسه أكبر من الحلة، سيرفيس ما شاء الله كبير ويملى العين، ما شاء الله، شايفين الفخامة والجمال، حاجة عالية جدا جدا جدا، ربنا يبارك يا رب. اللي حابب يعرف السعر يبعت لنا صورة المنتج على الرسائل، واحنا ان شاء الله نرد عليه في اقرب وقت ممكن.